بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة جديدة جدا لرسم الديجيتال أرت وتصميم البورتريهات. زي ما احنا شايفين النتيجة يعني مطابقة تماما للرسم الحقيقي. أي حد لو شايف دي في تابلو ما يقدرش يفرقها عن الرسم الحقيقي. صورة مرسومة بالفرشة ومبذول فيها مجهود خارق عشان تطلع النتيجة دي، لكن الحقيقة ان الصورة عبارة عن مجموعة تأثيرات وصلتها للنتيجة دي. زي ما احنا شايفين دي النتيجة على صورة تانية، وده التأثير زي ما احنا شايفين. طيب ازاي وصلنا للنتيجة دي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض بعد ما نرجع بالهيستوري ونرجع الصورة لأصلها. دي الصورة تصميم انا كنت عامله مسبقا لمسلسل نهضة السلاجقة، هنبدأ ننفذ عليه. طيب هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا نستخدم اداة واحدة فقط، واي حاجة هنعملها بعد كده هتبقى حاجة جانبية. هنستخدم Art History Brush Tool. الهيستوري Brush Tool بترجع لك اي جزء من الصورة للصورة الأصلية. يعني لو أنا مثلا جبت سماج تول وقمت مثلا أعمل كده في الصورة، هاجي بالهيستوري براش تول اللي هي الأولى، هعمل كده هترجعها لأصلها. طبعا هنخلي الأوبيسيتي 100% وهعمل كده هرجعها لأصلها. لكن الأرت براش تول حاجة تانية خالص. زي ما احنا شايفين بتعمل تأثيرات على الصورة، بتختلف باختلاف البرش اللي انت حاطه في الصورة اللي انت شغال عليه. اسف، البرش اللي انت شغال بيه بالبرشات. طيب الصورة مبدئيا لازم يكون الحجم بتاعها مش قليل، يعني الصورة دي مثلا الريزولوشن بتاعها 300 بالانش، الويدث بتاعها 30، العرض 30، والارتفاع حوالي 33. فطبعا الصورة كويسة حجمها معقول، لو صغيرة شوية بتطلع نتيجة مش كويسة. هنعمل ايه؟ هنبدأ نشتغل. اول حاجة هنختار برش اللي هي لارش. طب البرشات دي هنجيبها منين؟ البرش ده انا هنزله في لينك اسفل الفيديو، ده اللي هنستخدمه ونشتغل بيه وطلعنا نتيجة ممتازة. مقسم الى 5 فرش. الفرشة الأولى اللي هنعمل بيها الباك جراوند، مجرد إن احنا هنحرك نضغط على الماوس شمال ونبدأ نحرك الماوس على الصورة. فزي ما احنا شايفين حول الصورة كلها لخلفية زي الخلفيات بتاعت الديجيتال أرت أو الووتر كولر اللي هي بتاعت ألوان المية. طبعا أنا يهمني إن الجزء اللي في منتصف ده اللي فيه وش ما يكونش فيه أسود كتير علشان ما يعمليش بقع في الوش. فانا ايه بحاول ان انا اخلي الاصفر هو الاكتر زي ما احنا عاملين كده. بعد كده همشي بالترتيب، هيجيب لي نودلز. النودلز دي بتبدأ بس ترسم لي ملامح زي ما احنا شايفين كده، فانا همشيها حوالين الصورة الجزء اللي هو المفروض ان هو الوش زي ما احنا شايفين كده. كده بدأت تبين لي ملامح الصورة. بعد كده هجيب الميديوم وابدأ امشيه على البشرة هنا علشان يديلي اللمسة بتاعت التكتشر اللي هي بتعمل لي الخطوط دي، لان الخطوط دي هتديلي الاحساس بتاع الرتوش بتاعت الخيوط بتاع البرش الحقيقية بتاع الفرشة الحقيقية، لأن الفرشة الحقيقية بتعمل الرتوش دي، فهي تديلي الإحساس أو التأثير بتاع الرتوش بتاع الفرشة الحقيقية. فهنبدأ نرسم السكين أو البشرة بتاع الوش بالشكل ده.
بعد كده هنيجي بسمول ونبدأ نحاول ان احنا نرسم بعض التفاصيل. يعني انا اكبرها سنة، اكبر برش سنة وابدأ احركها على الشفايف، اكبرها كمان سنة. طبعا تكبير البرش ليه اكتر من طريقة، ممكن تضغط على مفتاح الت وتضغط كليك يمين وتحركها يمين تكبر، شمال تصغر. ده شكل برضو او طريقة من طريقة من طرق تغيير حجم البرش وانت شغال. طبعا اي برش، يعني اي برش هتستخدم نفس الطريقة كده. احنا مثلا عملنا المناخير كده، العينين بدأت تبرز شوية وتظهر زي ما احنا شايفين. هذه العين التانية صغر الصورة شوية. الشعر ممكن نكبر البرش سنة، طبعا الحاجات اللي مش هتيجي ديتي بالبرشات اللي بعدها وهكذا. بعد كده اجيب البرش الاخيرة اللي هي فاين، ودي طبعا اكتر برش بيبين تفاصيل الصورة، فهمشيها على الأجزاء الدقيقة في الجسم زي العين، زي الحواجب زي ما احنا شايفين. ادي العين، ادي الحواجب، ادي الودن، هنا مثلا الجفون، الودن، الشفايف، مشيها مثلا على الدقن، اللحية تبدأ تظهرها سنة، تقفل الفراغات دي. ممكن نمشيها هنا شوية، نهذب الحتة دي شوية لأن الرتوش طاغية زيادة عن اللزوم. هنا بدأ يحدد لي الأنف، يبرز لي الخد، نفس نظام المنطقة دي، يبدأ يفصل الأنف عن الخد. المناطق اللي محتاجة نبرز فيها التفاصيل هنستخدم البرش اللي هي خامس واحدة اللي هي اسمها فاين، فهتبدأ تظهر لي التفاصيل اللي احنا محتاجين نبرزها بالشكل ده. في نفس الوقت بتعمل لي الرتوش الجميلة دي اللي هي بتدي التأثير اللي شكله حلو للصورة زي ما احنا شايفين. هنا بحدد الشعر اهو. لغاية دلوقتي احنا شغالين بأداة واحدة بس اللي هي ارت هيستوري براش، وزي ما احنا شايفين من النتيجة شكلها جميل. طبعا الشغل ده في ناس بتعمله وبتقفله وبتبيعه على انه رسم حقيقي، فبتبيعه بمبالغ كبيرة جدا. عشان كده المحتوى ده نادرا لما تلاقيه على قناة عربية. بعد كده هنيجي على الكلمة نقطة السلاجقة،
ممكن نرجع بالبراش لارج اللي هي الاولى، صغرها سنة وابدأ احركها على الاجزاء اللي هي تأثرت شوية واحنا بنحرك البراش. ففي اجزاء احنا ما كناش عاوزين ان هي تاخد التأثير لان هي مفروض جزء من الخلفية مش من الصورة، فايه احنا عايزين نركبها على اصلها. فايه من بعيد كده، من بعيد كده برضو تأثير بس يوصل الاجزاء دي كده. الشكل ده كده بالميديم برضو. طبعا الرتوش دي بتدي شكل جميل زي ما احنا قلنا، بتدي احساس بان دي رتوش فرشة حقيقية على الصورة. طيب بعد كده عندي جزء هنا عايز يتعمل بالفاين، الجزء ده اهو، الجزء ده نفس النظام، الجزء ده العين من هنا، حاجب من هنا، الدنيا جميلة تمام كده. نعمل ايه بعد كده؟ قال لي نبدأ بقى نزود الحدية بتاعت الصورة، يعني ايه نحاول ان يبقى ايه الصورة اكثر حدية عشان لو فعلا هنعملها تكبير تبقى باينة ومتبقاش فيه، متبقاش كأنها مزغللة زي ما احنا شايفينها دلوقتي. هنعمل كنترول جي، هنكرر الصورة، الت تي او نخش على قائمة فلتر ونخش منها على ستايلايز، ومن ستايلايز على حاجة اسمها امبولس، وهنخلي المعايير بتاعتها مثلا 14 و19، يعني مش هنخليها كبيرة، احنا عايزين بس نبرز الاجزاء المرتفعة في الوش اللي هي تضاريس الوش. وهضغط اوكي زي ما احنا شايفين كده بس الصورة مش باينة. هنعمل ايه؟ هنخش على لايرز ومنها هنخش على المود اسفل لايرز وهنختار هارد لايت. نشوف الصورة الى حد ما، لكن لسه هعمل كنترول اي هجمد الصورة، كنترول جي وهخش على المود من لايرز واختار هارد لايت، ومنها هخش على فلتر ومن فلتر اختار اذرز، ومن اذرز اختار حاجة اسمها هاي باس، وهصغر الصورة قدامي وابدأ احرك السلايدرز ده، السلايدر ده، وعيني على الصورة لغاية ما احس ان حدية الصورة بقى شكلها افضل، وهضغط اوكي. كده الحدية زادت شوية، اعمل كنترول اي هجمد الصورة، وممكن اخش على ايمج ومن ايمج على ادجستمنت ومنها على هايلايت اند شادو، او اخش على الت اي اي دبليو اختصار للي انا قلته كله اللي هو ايمج وبعد كده ادجستمنت وبعد كده شادو عن هايلايتس، وهضغط اوكي. هي اساسا بتبدا تزود في الديتيل شويه لما بتظبط الاضاءه والظل. ممكن كمان الت تي سي يعني هخش على فلتر، ومن فلتر هخش على كاميرا رو، من كاميرا رو هختار بيزك، ومن بيزك هختار تكتشر، هزود في التكتشر زي ما احنا شايفين كده، زودت للاخر، والكلاريتي هزود بس مش للاخر، والدهيز هزود بس مش للاخر، وهضغط اوكي. الحدية زادت جدا، الحدية زادت جدا في الصورة زي ما احنا شايفين. لو عايزين كمان نزود ممكن الت تي واختار شاربن، ومن شاربن اختار انشاربن،
ودي سنة أنشرب حسب احتياج الصورة ضغط اوكي. بعد كده كنترول يو هيجيب لي هيو اند ساتوريشن، اختار الساتوريشن وهزود الساتوريشن سنة، فبيخلي الالوان متشبعة وديك احساس بان دي الوان اللي احنا رسمين بيها الصورة، فبتبقى الصورة زي ما احنا شايفين والتكتشر بتاعها النسيج بتاعها كأنها النسيج بتاع الورق اللي مرسوم عليه الصورة زي ما احنا شايفين. طبعا النتيجة مبهرة جدا وشكلها جميل جدا. لو انا عايز اعمل تنقية لحاجة اختار حرف الجي او اخش على سبوت هيلين برش تول ويبدأ اعالج اي حاجة بسهولة، بس طبعا مستحسن المعالجة دي تكون قبل ما نعمل شغل الشاربن للصورة عشان الحدية بتاعتها. فهنا نعمل معالجة بسيطة في الأنف زي ما احنا شايفين كده. ده شكل الصورة. طبعا زي ما احنا قلنا مفيش حد يصدق ان ده تأثير وان ده مش رسم حقيقي. طبعا نتيجة مبهرة جدا. لو انا بعمل صورة لنفسي بصراحة انا مش هعمل الاسلوب النمطي بتاع ديجيتال ارت وفنات الاويل بنت، لا هعملها بالشكل ده، وهيبقى اي حد هيشوفها مهما كان حتى لو رسام هيقول دي رسمة حقيقية، مش هيصدق ابدا ان ده تأثير. وعلى فكرة في اكشن بيعمل نفس التأثير ده، الاكشن ده غالي جدا جدا ومساحته 900 ميجا، اكبر اكشن في العالم. يعني الاكشنز ده مساحته بالكيلو بايت، مساحته 900 ميجا. فاحنا بخطوات بسيطة عملنا نفس التأثير اللي الاكشن الغالي ده اللي مساحته ضخمة ده بيعمله. طبعا دي نتيجة، وعملنا نتيجة مسبقة اللي هي بتاع الاختين. طبعا دي كانت النتيجة، كنا عاملينها طبعا سريعا بس عشان نشوف التأثير، ونفس نظام الخطوط والتكتشر. اي حد عنده استفسار او سؤال هيتركه في التعليق اسفل الفيديو، ان شاء الله هيبقى في لينك بالبرشات اللي استخدمناها هيكون موجود في صندوق الوصف. وطبعا زي ما احنا قلنا لازم اهم حاجة يكون الصورة حجمها كبير عشان تكون النتيجة بالشكل الحاد ده، الشكل الجميل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.